حياة نفرتيتي كانت حياة هادئة وعايشة في مع الملك إخناتون، لأن هي بتظهر معاه في كل المناظر الموجودة في تل العمارنة. طبعا في بعض الآراء بتقول إن نفرتيتي انعزلت عن القصر الشمالي وراحت عاشت في حتة اسمها المدينة الشمالية بعد زيارة الملكة دي لتل العمارنة، لكن في بعض الآراء بتقول عكس الكلام دوت. احنا لسه في البعثة البلجيكية في دير البرشا الدكتور هارك ويليام اكتشفوا في المحاجر اللي هي تقع شمال منطقة آثار دير البرشا نقش هيروغليفي في اسم الملكة نفرتيتي وفي العام 16 من حكم الملك إخناتون، وده برضو من أحد الأدلة اللي بتدل إن نفرتيتي عاشت في العمارنة حتى نهاية عصر العمارنة. احنا برضو لما بنشوف المناظر الملكة بتبقى موجودة مع الملك، وكمان التابوت الخاص بالملك إخناتون كان قبل عهد الملك إخناتون كانوا بيصوروا الآلهة إيزيس ونفتيس بتبقى كحامية لجوانب التابوت. الملك إخناتون استبدل إيزيس ونفتيس الآلهات بفجر تجسيد لنفرتيتي نفسها. ايه اللي بيميز المنطقة دي عن باقي الأماكن الأثرية؟ المنطقة طبعا منطقة مميزة جدا، لأن فترة العمارنة كانت تتسم بالرياليزم الواقعية، وكمان عصر الملك إخناتون مكان بكر لم يعبد فيه إله من قبل. كل المناظر اللي فيه خاصة بالأسرة الـ18 بالملك إخناتون. طبعا كان مكان يعتبر عاصمة مصر، كانت بتحكم منه مصر، كانت معظم الامبراطورية المصرية الناس البلاد العربية بتتبع الامبراطورية المصرية، وكان في مكاتبات هنا، كان في مكان للمكاتبات للمراسلات اللي هو عصر عليها بيتري سنة 1888 من الطوب اللبن، كانت تكتب بالكتابة المسمارية ما بين الملك المصري وما بين بلاد أشور وميتان والبلاد اللي التابعة للإمبراطورية المصرية. هل في ما أوضح مثلا إن نفرتيتي مدفونة هنا؟ أو هو طبعا نهاية عصر العمارنة نهاية غامضة، لا يستطيع أحد أن يجزم بأن العائلة الملكية دفنت في تل العمارنة، لأن طبعا مع نهاية عصر العمارنة المدينة هجرت وكانت الناس رجعت. انتهت إزاي بالموت؟ الكهنة آمون جهزوا زي جيش كده وكانوا وصل الخبر للناس اللي موجودة في العمارنة إن الجيش قادم من طيبة، فالناس بدأت تتحرك وترجع كلها إيه للوكسور تاني، وطبعا اختفت بقى إيه العائلة الملكية من العمارنة. لكن لو احنا هنرجع للنصوص الهيروغليفية الموجودة، هو الملك على لوحة بيقسم بحياة والده أتون إن هو لن يغادر المدينة وإن هو هيدفن هنا في تل العمارنة. احنا دلوقتي في منطقة آثار تل العمارنة اللي كانت عاصمة مصر القديمة في عصر الدولة الحديثة في الأسرة الـ18 للملك أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون. الملك أمنحتب الرابع إخناتون كان ابن الملك أمنحتب الثالث اللي جنى ثمار الإمبراطورية المصرية. الملك أمنحتب الرابع بدأ حياته وحكمه في منطقة آثار لوكسور اللي هي طيبة، لكن طبعا ما كان نزل تعدد الآلهة والناس بتعبد كذا إله، حب يدعو إلى عبادة إله واحد اللي هو القوة الكامنة وراء قرص الشمس. بعت الأتباع والكهنة الأولانيين يتفقدون مكان بكر لم يعبد فيه إله من قبل. توصل الكهنة والأتباع لمنطقة آثار تل العمارنة، بتحيط بها السلاسل الجبلية من الشمال والجنوب والشرق ونهر النيل في الناحية الغربية. طبعا أول حاجة أسسوها في تل العمارنة كانت حاجة اسمها لوحات الحدود، ودي لوحات بيحدد بيها الملك إخناتون مدينته، اللي هو أقسم على النقوش الموجودة في لوحة الحدود إن هو لن يغادر المدينة إلى أبد الأبدين، إنه هيعيش فيها في حيز كحيز الناسك، وإن هو هيعيش في المدينة ويدفن فيها. المنطقة طبعا بتشمل على معالم أثرية كتيرة، قصور القصر الشمالي والقصر الجنوبي، المقابر النبلاء، مقابر شمالية ومقابر جنوبية، والمقبرة الملكية، وبجانب المعابد كان في تل العمارنة معبدين، معبد آتون الكبير كما هو موضح في مناظر المقابر الشمالية، وكان معبد الكبير ده اللي كان بيشمل على أكثر من 950 مئذ قرابين، كان إخناتون هو حلقة الوصل ما بين الملك الإله آتون عن خراح رختي عيم آخد إمرن إمشو إنتي مأتن وما بين الناس، وكان بيقدم قرابين كتيرة للإله من مشتملة على كل الحاجات الموجودة معظمها لحوم وفواكه وخضروات. ودلوقتي احنا في معبد آتون الصغير اللي هو في مواجهة مدخل المقبرة الملكية مباشرة، بيتكون من 3 صروح وفي
البعثه الانجليزيه اللي هي بتعمل بتل العمارنة عملت على ترميم بعض الاجزاء اللي فيه حمايه للاجزاء المتبقيه في المعبد. وكذلك بنشوف قدامنا بقايا العمودين، العمود الشمالي منهم هو ترميم ريكونستراكشن، بتظهر البعثه من خلاله للزائر ازاي المعبد كان شكله في عصر الدوله القديمه. دي بقايا المعبد، المعابد فقط في المنطقه، بقايا المعابد. في معبد اخناتون الكبير وده المعبد الصغير، ده كل ما متبقي منه، كل ما متبقي، لان معابد اخناتون كانت مفتوحه للشمس، لان اخناتون العائله الملكيه والعامه